مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ مزعج جدا. كريبي كريتشر، أقيم حفلة أمسية رعب رائعة وأنت مدعوة. استخدمت الكثير من اللون الزهري بالنسبة لحفلة أمسية رعب. حسنا، ربما اللون الزهري ليس مخيفا، لكن حفلتي كذلك. سوف أزين منزلي كي يبدو مسكونا بالأطياف. ترى ماذا يوجد هنا؟ أجل كان يجدر بك أن تشاهدي دعوة العمل منصرم، كانت مخيفة جدا إلى حد أن الجميع خافوا من أن يحضروا. ابتعت لي والدتي هذه الأسطوانة المدمجة لتأثيرات مخيفة مثل التفكير بها يجعلني أرتجف. إذن ما رأيك؟ هل ستأتين؟ أتشوق للحضور. ومن ثم قالت انسي الأمر. أنا لا أصدق هذا. أخبريني ما خطب الكون. مهلا أنتما انتظراني، كلتاكما دعوتاني إلى حفلة أمسية الرعب. بالطبع، لما لا؟ لن أفوتها. هذا رائع، تذكرا أن ترتدي زيا مخيفا. حفلة أمسية رعب تافهة أخرى؟ أنا أعاني دوما صدمة سكري نتيجة حلوياتها المقززة. تلك الحفلات مثيرة للشفقة. كانت مقلاة العين مخيفة. أرجوك، العنب المقشر؟ كنت أعلم هذا. لما وافقنا على حضورها؟ لأننا إذا لم نفعل لن تنفك تتصل بنا طوال السهرة. هذا مخيف. عمتي روز، تبدين مبتهجة اليوم. عليك أن تنتبهي جيداً كريبي. أنا مستعدة. تضعين أولاً خط الجسر، ثم تضعين خط الإطار، ثم تحكين الشعاع وخيوط الإطار. رائع أن تشاطرنا العمة مهارتها في حياكة بيت العنكبوت. كريبي، حفلتك. لا أظن أني سأحضرها. ولم لا؟ لن يحضرها أحد، وسمعت أنها تافهة جدا. كريبي، كريس أليس صديقتك، والصديق يحضر مهما حصل دائما. أجل كريبيلا، تعتمد كريس أليس عليك. سأحضرها، لكني واثقة أنها لن تكون ممتعة. تذكري أن تسيري في ظل مصابيح الشارع ولا تدوري حولها. كل مصباح عليه حشرة تنتظر أن تولد، لذا أحسن التصرف. أمي، أبي، المنزل في الجوار. نقود من أجل العطايب. على الحشرات الصغيرة التي تريد الحلوى أن تتمرن على الأورغن. أمي. لنبقى 5 دقائق ومن ثم نرحل.
أليس هذا منزل كريس أليس؟ كلا، لكن إنه الرقم 8 في شارع لوكوست لين. هذا ما تفيد به الدعوة هنا في البطاقة. كريس أليس اختارت منزلاً مختلفاً هذا العام. هل شاهدت هذا؟ أرجوك، لا أصدق أن كاشف الحركة قد أخافك. كنت أعرف ذلك. مرحبا كريس أليس. على الأقل الموسيقى أفضل من العام الفائت. أحسنت، أحب الحشرات في هذه النوتة. أولاد بشر؟ أنا واثقة أنهم بعض أصدقاء كريبي أتوا لزيارتنا. سأحضر بعض المقبلات. هذه عبارتي. ووو يحا يحا. مرحبا كريس أليس، أين أنت؟ أوه، الزينة أفضل من زينة العام الماضي. لا يهم، لكن الرسوم جميلة. يبدون مفعمين بالحيوية. حلوى بيت العنكبوت، إنها مخيفة جدا. هل تعجبك؟ شكراً. هيا تعالي حتى تشاهدي هذا. ماذا في الداخل برأيك؟ هذا تافه تماماً. ألا تشعرين وكأنك في مقبرة حقيقية؟ أتريدين بعض مقلات العين؟ منك، إنه مجرد علب أيتها السخيفة. كريبي، هل ساعدتني بهذا؟ وهذا؟ دعي يدي. كريبي، ألا أشبه طيفا مخيفا؟ هذا رأيي تماماً كريس أليس. كرة مدفع! عليك أن تكف عن العبث بالطعام. يظن البعض أن إضافة 4 باوندات من السكر يجعلها حلوة المذاق كثيراً، لكني لا أشبع منها. أشعر بحيوية كبيرة كلما تناولت منها. يمكنني القيام بعدة مهمات ككتابة فرد فصلي. هل ترغبين بتناول حلوى بيت عنكبوت أخرى؟ لا شكراً، يجدر بي أن أغادر. أيتها الفتاتان، ألا تريدان أن تأكلا؟ أوه، ما هو هذا الشيء؟ أمضينا وقتاً ممتعاً، لكن ما نفعل أصدقائي إذن؟ أعلم
وأنه لم يكن مضيعة للوقت. شكرا على الدعوة. أتساءل عما حصل للآخرين. لربما هم منهمكون في أمر ما، لذلك لم يتمكنوا من الحضور. أظن أن صديقتي كريتي غادرتا، لا أجدهما في أي مكان. ها أنا عاد. العمة روز ليست الوحيدة التي تستطيع أن تنسج الخيوط، وأي عنكبوت أيضا ينسج خيوطا أرق من شعر الإنسان وأكثر متانة من الفولاذ. مذهل. الشبكة العملاقة قد تمنع الطائرة النفاثة من اختراقها.